فلما لم يرى الهدهد وهو ليس في مكانه ولا في مركزه افتقده، تهدده بعذاب، قال لو عذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين، أي سبب بين لعدم وجوده في مركزه ومكانه. وهذا كما قال الشيخ لأن ملكه مبني على كمال العدل، ولهذا استثنى قال أو ليأتيني بسلطان مبين. فمكث هذا الهدهد مدة من الوقت ليست طويلة، وجاء لسليمان عليه السلام بأخبار عن مملكة سبأ وملكة سبأ في جهة اليمن، هناك جاءه بأخبار عنها، قال أحط بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين. ما هو ملخص هذا النبأ؟ ما هو ملخص هذا الخبر؟ ماذا رأيت أيها الهدهد؟ جاء بملخص هذه المشاهدات في تلك المملكة التي رآها، قال إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء، يعني يقصد من كل شيء أتاه مثلها يعني الملك، وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم، وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله، وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون، ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون، الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم. هذا هو ملخص النبأ. لو نتأمل في هذا الملخص نجد أنه ينقسم إلى قسمين، النبأ أو الخبر الذي جاء به ملخصه أنه ينقسم إلى قسمين. القسم الأول خبر متعلق بالجانب السياسي، والقسم الثاني متعلق بالجانب العقدي، الجانب العقدي الاعتقادي. الجانب السياسي ما توسع فيه ولا طول في الحديث عنه، يعني ذكر المعلومة التي عن المعلومة التي ذكرت عنه جاءت في هذا السياق في آية واحدة، إني وجدت امرأة تملكهم أوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم. لكن الجانب الذي هو أعظم الجوانب وأهمها وأجلها على الإطلاق هو الذي فصل فيه الهدهد، وهذا من فهمه وحسن تعظيمه لمقام التوحيد، لمقام الدين الذي هو التوحيد الذي هو أعظم الأمور، فصل في هذا تفصيل متضمن النقد والتخطئة والتسفيه لتلك العقول، كيف أن الله عز وجل يكرمهم بهذا الملك ويمن عليهم بهذه النعم ويسر لهم تلك العطايا ثم يسجدون للشمس ويتوجهون للشمس بالعبادة من دون الله، وأخبر أن هذا كله من تزيين الشيطان وصده لهم عن سواء السبيل. ثم يقول الهدهد ألا يسجدوا لله، ألا يكون سجودهم لله، ألا يكون ذلهم لله، ألا يكون خضوعهم لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون، الذي بيده النعم وبيده الفضل بيده العطاء، والذي أحاط علما بكل شيء لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء، الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم. ففصل تفصيل بديع جدا في مقام التوحيد وتضييعهم للأصل والأساس وتفريطهم في هذا الأمر. يعني لو تتأمل في هذا الملخص، لو نتأمل في هذا الملخص الذي ذكره الهدهد
نجد سبحان الله أن هذا الهدهد في فهمه خير من بعض الدعاة الذين تركوا التوحيد واشتغلوا بالسياسة، خير من بعض الدعاة الذين تركوا التوحيد وتعليم الناس التوحيد وبيان الأصل والأساس واشتغلوا بالسياسة في تفاصيل وتوسعات يخوضون فيها لا يخدمون فيها الدين كما ينبغي. وفي مقابل ذلك أصبحوا مفرطين في الأصل، الأصل والأساس الذي يبنى عليه الدين كله وتبنى عليه الأعمال.